ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم تشيكن بيكاتا بالفطر والليمون، لذيذ جدا، سهل جدا جدا. عندي هنا صدور دجاج قصيتها من النص بشكل طولي، ابيها تكون خفيفه، بس اذا تحبونها بنفس الحجم ما في مشكله. تبلتها بملح وفلفل اسود. بعد ما تبل الدجاج بالملح والفلفل الاسود اغمسه بالدقيق بالشكل هذا، وتنفضونه من الدقيق لا يصير كثير مره. بعدين بحمرها من الجهتين بحيث انها تاخذ لها لون وتستوي نص سوا. وبعدين نجهز الصوص. الصوص راح نحتاج البصل ابيض وفطر، بس اللي ما تحب الفطر ممكن خلاص يصير الدجاج بدون فطر عادي، بصوص البيكاتا العادي، وعصير ليمون وشرايح ليمون وملعقة كبيرة بس مي مليانة مرة، بس عشان نبي نعطي للصوص شوي سماكة، بقدونس، موية، وكريمة طبخ، وطبعاً ملح وفلفل أسود. ذوبت قطعة زبدة مع شوي زيت. الحين بحمر الدجاج اللي غمسته بالدقيق. بسم الله، يعني ياخذ له 5 دقائق من كل وجه. خلاص نبدأ نقلب على الوجه الثاني. طبعاً الصدور إذا صارت طازجة تستوي بسرعة، فأنا بخليها تستوي نص سوا بس وتتحمر. طبعاً التشيكن بيكاتا يختلف تماماً عن الدجاج بالكريمة والفطر. الدجاج بالكريمة والفطر يكون الدجاج متبل تتبيلة عادية ومشوي، لكن هذا يتحمر بشوي زيت أو زبدة. خلاص أنا تقريباً عندي الدجاج استوى نص سوا أو أكثر كمان من نص سوا. طبعاً لأن الدجاج أنا مرققته والدجاج طازج عندي فيستوي بسرعة. خلاص ببدأ أشيله وأحطه بورق نشاف ونبدأ بالصوص. في نفس القلاية وبنفس الزيت راح أحمس البصل عشان أبغى ياخذ النكهة، وبعدين نضيف له الفطر. بعد ما يبدأ يذبل معي البصل راح أضيف الفطر وأحمسه معه، حمسه على السريع، بعدين نضيف ملعقة الدقيق. أضيف الحين ملعقة الدقيق وأحركه إلين يختفي الدقيق تماماً، ملعقة واحدة دقيق بس. لا بدأ يختفي، بضيف شوي موية، يعني تقريباً نص كوب الحين وبشوف. وأبدأ أضيف كوب الكريمة، كريمة الطب، وأحركها شوي وأملحها وأحط فلفل أسود وأخليها تغلي شوي، وبضيف عليها الدجاج. طبعاً عصير الليمون وشرايح الليمون آخر شيء عشان ما يمرر عليكم الصوص. بعد ما بدأ يغلي الصوص بحط الدجاج، بعدين راح أضيف له البقدونس وعصير الليمون. بحط الحين البقدونس وزي ما قلت لكم عصير الليمون آخر شيء. الحين بحط عليه عصير الليمونة ونحط شرايح الليمون ودقيقة بالضبط، ونطفي النار هيا تنفك ما هي الشريحة. خلاص دقيقة وأطفي عليه، لأنه إذا الليمون طول على النار راح يمرر لكم الصوص. ترى خلصت التشيكن بيكاتا، أسرع وصفة بالحياة وبنفس الوقت لذيذة لذيذة لذيذة. وبالعافية.